السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سويس 232، عفوا 334، أرجو من الحضور تسجيل اسمه مع رقم الجامعي. اليوم حديثنا إن شاء الله راح يكون عن الـ Secure Shell. خلينا نستنى بس فقط دقيقة على وعسى يكتمل العدد. إذن بالنسبة للـ SSH هو اختصار لـ Secure Socket Secure Shell، وهي عبارة عن برنامج أو خلينا نقول أبليكيشن بيتصل مع السيرفر من خلال عملية الاتصال، بيكون من خلال إنترفيس يطلق عليها Virtual Terminal. الآن أنت ممكن تشبك على سيرفر وتجري بعض الكوماندز على هذا السيرفر، يعني تنفذ بعض البرامج على هذا السيرفر من خلال Line Command Interface، وهذا الـ Line Command Interface يطلق عليه Telnet سابقا. هذا التلنت ليست سكيور، فالاسسات اجى علشان يعمل ريبليس للتلنت. الاسسات فيها سكيورتي من ناحية انه بينشئ تانل او بينشئ تانل بتوين الكلاينت والسيرفر، وهذا التانل بيكون سكيور. اذا اسسات كلاينت بيشبك على السيرفر، سيرفر ابلكيشن، وبيتم تنفيذ اوامر على السيرفر ريموتلي. فلو جينا نحكي على سبيل المثال، انا بدي انفذ بعض الاوامر من خلال لاين كوماند انترفيس، بدي استخدم ما يسمى السي ام دي الكوماند كونسول. هلا بالكوماند كونسول هذا بنفذ مثلا دي اي ار مشان استعرض ايش الدايركتوريز الموجودة عندي. بدي ادخل جوا دايركتوري، بختار اسمه وبعمل عملية اللوجن من خلال الدخول على هذا الدايركتوري من خلال استخدام الكوماند سي دي. الآن هذا الكوماند أو السي ام دي بتعامل مع الهوست لوكالي، يعني أنت السي ام دي هذا بيشبك مع الهوست اللي أنت شغال عليه، فهذا بسموه لوكال. التلنت هي نفس الشيء، بتفتح شاشة زي هاي ولكن تعمله على ريموت ماشين، والريموت ماشين قد يكون
الاوبريتنج سيستم له لينكس، قد يكون بالغالب يعني بده يكون لينكس، واوامر اللي بدك تستخدمها هي اوامر لينكس. التلنت شاشتها زي هاي الشاشة بالضبط. هلا السكيور شيل نفس الاشي، بس بدل ما انت يكون في الكوميونيكيشن بين الكلاينت والسيرفر مش سكيور، لا بده يكون سكيور بحال حالها. الشيل سكيور شيل بيعمل لك سكيور كوميونيكيشن. طبعا شو يعني كيف سكيور كوميونيكيشن؟ بدك تحكي انه الكلاينت والسيرفر بيتفقوا على كي، و بيتم التعامل مع شاشة زي هاي، لكن الأوامر اللي أنت بتكتبها هنا ترسلها للسيرفر بيكون مشفرة، والسيرفر بيحسب بينفذ هذه التعليمات وبيرد لك الجواب، وبيكون جواب مشفر، وأنت بتفك تشفيره لما يوصل، أو خلينا نقول البرنامج بيفك تشفيره لما يوصل لعنده. يعني أي واحد موجود على النتورك مش راح يعرف شو قاعد بيصير بين الكلاينت والسيرفر. إذا السكيور شيل هي بروتوكول استخدم حتى تعمل سكيور كوميونيكيشن بتوين الكلاينت والسيرفر، وهي يعني خلينا نقول بتعامل بشكل بسيط، يعني البرنامج بده يكون سيمبل. اللهم انه بتكتب الامر على عندك على الهوست، على اللوكال هوست، وبيتنفذ الامر على الريموت هوست او على الريموت سيرفر. الانيشال فيرجن من اس اس اتش 1 كان هدفها انها تعمل سكيور ريموت لوجن، هدفها كان تعمل سكيور ريموت لوجن، و يعني زي ما حكي هنا بالمثال بيقول لك it replaces telnet. إذا إذا سألت ما معنى telnet، هي telnet هي virtual terminal يتم شبك شاشة مع السيرفر، وبتكتب الأوامر أنت عندك على الشاشة وبتنفذ على السيرفر وبيجيك الجواب من السيرفر. السكيور شيل ممكن تستخدم ما يسمى اكس تانلينج. اكس تانلينج then has become a method of choosing of choice for remote login and اكس تانلينج. اكس تانلينج هنا المقصود فيها انا بدي انفذ الكوماند جرافيكلي، يعني انت ممكن تشبك على مع السيرفر وتطلب انه الشاشه الفيرتشوال تيرمينال تتحول ل خلينا نقول شاشه بتستخدم الماوس، يعني زي ويندوز. فاي رن بصير على السيرفر بدل ما يوصل لك الجواب لاين كوماند انترفيس، بوصلك على شكل ويندوز، على شكل خلينا نقول جرافيكال تيرمينال. الاس اس اتش 2 صدرت عشان تعمل فيكس لبعض الفلوز اللي ظهرت بالاس اس اتش 1. اذا الاس اس اتش 1 اذا سئلت لماذا تم عمل استبداله باس اس اتش 2، بتحكي لانه وجدوا بعض الفلوز اللي او بعض خلينا نقول الاختراقات اللي او يقدر الاتاكر انه يخترق هذا الابلكيشن من خلال بعض التريكس او بعض الشغلات اللي بيكون تم اكتشافها. اذا الاس اس اتش 2 هي بتصلح الاخطاء اللي موجوده بالاس اس اتش 1. Secure Shell provide more general client-server capabilities and can be used for such network functions as file transfer protocol. إذا أنت ممكن تعمل عملية نقل للملفات من السيرفر للكلاينت باستخدام Secure Shell
وسابقا كان باستخدام التلنت، يعني زي ما حكينا السكيور سيل عمل ريبليس للتلنت. اذا تقدر تعمل فايل ترانسفير بروتوكول من خلال التلنت از ويل. هاي اللي شكل الستاك للسكيور شيل، هي تشتغل عند التوب اوف ذا تي سي بي. لاحظ السكيور شيل ترانسبورت لاير موجودة عند التوب اوف ذا سي بي تي ترانسبورت لاير تبع التي سي بي. اذا الاس اس اتش ترانسبورت لاير تعمل بروفايد سيرفر اوثنتيكيشن كونفيدنشاليتي اند انتجريتي، يعني خلينا نقول آليات الحماية ممكن توفرها الـ SSH والـ SSH Transport Layer بشكل عام. وذلك أنه أي بده يصير نيغوشيشن بينه وبين السيرفر لتبادل الـ Server Authentication، وأيضا في بعض الأحيان بحتاج إلى User Authentication و داتا كونفيدنشاليتي، تحافظ على الداتا والداتا انتجريتي. في نوع في كمان لاير اعلى من ترانسبورت لاير بروتوكول تبعت الاس اس اتش، اللي هو اس اس اتش يوزر اوثنتيكيشن بروتوكول. اذا انا في عندي ان توب اوف ترانسبورت لاير بروتوكول بي جي اللي هي اس اس اتش يوزر اوثنتيكيشن بروتوكول والاس اس اتش كونكشن بروتوكول. فالاس اس اتش يوزر هنا بهاي الحاله بيستخدم هذا البروتوكول لعمل اوثنتيكيشن بين السيرفر والكلاينت من حيث الكلاينت سايد. اذا اليوزر هو اللي بيعمل اوثنتيكيت لنفسه للسيرفر بهذا البروتوكول، واللي هو ايش احنا حكينا اسمه Secure Shell User Authentication Protocol. النوع الأخير من Secure Shell اللي هو Secure Shell Connection Protocol. Connection Protocol يعني بدك تنشئ أكثر من Connection و بتصير تتعامل معهم بطريقة More Managed. فالـ Operating System بتوفر عملية المانجمنت للسكيور شيل بشرط انك تنزل او تتعامل مع احدث فيرجن، وهذا الاحدث فيرجن ممكن انه يسمح انك تنشئ اكثر من شانل، وهذا الشانلز بيكون مالتيبلكست وكله بيشتغل بيستخدم انكريبشن، ولكن بمر من خلال لوجيكال شانلز. وهذه بالاساس اللوجيكال شانلز بتشتغل من خلال التي سي بي، يعني التي سي بي لازم يكون يعني خلينا نقول الاوبريتنج سيستم راح يشغل مالتيبل ثريد اوف كنترولز، ويبدا يعمل تانلينج على وان ثريد او يعمل كونكشنز من استخدام وان ثريد، وبيحصل اتصال بين الكلاينت والسيرفر. فإذا كانت الكلاينت عنده فاسيلتي مالتي ثريد في كنترول، فيعني بده يكون نوع من السنكرونايزيشن موجود بتوين او آليات السنكرونايزيشن موجود. بنفس الوقت بدك تفرض انه راح يكون اكثر من شانل. كيف يعني اكثر من شانل؟ يعني ممكن يكون وان يوزر في مشغل اكثر من شانل، شانل للواتس، شانل للفيديو، شانل لل خلينا نقول انترنت اكسبلورر. الان هذا الشانل لازم يكون سكيورد، وعملية المالتيبلكسينج بتكون خلينا نقول وظيفة السيرفر ووظيفة الكلاينت as well. بس الأكثر بتكون وظيفة السيرفر. إذا الترانسبورت، إذا بده يحكي عن هذه الثلاثة لايرز ترانسبورت لاير بروتوكول، حيث يحصل من خلاله سيرفر اوثنتيكيشن. إذا السيرفر بيزود الكلاينت
بمسج بتكون مشفرة بالاتس برايفت كي، والكلاينت بيكون عنده البابليك كي للسيرفر، فبيكون واثق انه هذا اللي بيحكي معاه السيرفر. A server may have multiple host keys، يعني بهذه الحالة ممكن يكون أكثر من كي بيحتفظ فيها عنده. بنحكي عن إحنا اللي بيستخدم بعملية encryption مقصود فيها الكي، والكيز هذه من النوع asymmetric encryption algorithm. هلا multiple host may share the same host key، ممكن يصير يعني مش صدفة، خلينا نقول نتفق انه multiple host بيستخدموا نفس ال shared key، او عفوا ال symmetric key اللي هي ال public key. The server host key is used during the key exchange to authenticate the identity of the host. إذا الهدف منها إنها تعمل authenticate لل identity لل host، و استخدم لإله هذا اللي هو ال RFC 4251. بشرح لك بهذا الدوكيمنت بالضبط كيف بتتم العملية بين الكلاينت والسيرفر. إذا بال RFC هذا حسب ما هو ذاكر السلايد راح يكون في عندي تو تراست نود، واحد اللي هو الكلاينت بيكون عنده داتابيز، وفي بيحتوي بهذا الداتابيز كل السيرفرز اللي بده يتعامل معاهم، شو البابليك كي تبعهم. اذا بده يخزن الداتابيز اللي عنده كل السيرفرز الموجوده او اللي راح يتعامل معاهم، شو بده يخزن البابليك كي تبع ذلك السيرفر. ليش بيحتفظ بالبابليك كي؟ عشان يعرف كيف اذا اجته مسج من السيرفر الفلاني مشفره بالبرايفت كي بيقدر يفكها، لانه موجود عنده لستة المفاتيح اللي موجوده، حتى يستخدم الواحده منهم المناسب، يعني يقدر يفك التشفير اللي جاي من سيرفر معين. بس مشكلة هذا النوع انه كثرة المفاتيح راح تؤدي انه يكبر الداتابيز، وعملية المانجمنت بتزيد صعوبة. ناهيك انه الجهاز اذا انضرب بيروح عنده من عنده الداتابيز هذه. بالمقابل ممكن انه يتم استخدام ما يسمى سيرتيفيكيت اوثوريتي. هذا السيرتيفيكيت اوثوريتي بيحتوي على كل اللي خلينا نقول كل السيرفرز العالمية والبابليك كي تبعهم. إذا كل سيرفر له بابليك كي. هلا هذه السيرفرز بتتخزن، أو خلينا نقول السيرتيفيكت اوثورتي المفروض إنه بيعرف عنهم. فأنت ككلاينت لما بدك تتعامل مع الأساس تتعامل مع اللي هو السيرتيفيكت اوثورتي، لانه سيرتيفيكيت اوثوريتي بضل شغال 24 ساعه، بضل له كفاءه عاليه، بيستخدم احسن انواع الالجوريثمز. فانت ككلاينت ممكن تحتفظ فقط بالبابليك كي تبع هذا السيرتيفيكيت اوثوريتي، لانه من خلاله بتقدر تجيب بقيه الكي. هاي البروتوكول اللي ببين كيف بيتم عملية الاساساتش. هاي لاحظ هنا اساساتش استابلش، بيكون باستخدام التي سي بي بروتوكول، ثم بيبدأ يعمل نيوغاشيشن بينهم بين بعض، بين الكلاينت والسيرفر. فبيعمل ايدنتيفيكيشن سترينج اكستشينج والجوريثم نيوغاشيشن عشان يحددوا شو نوع الالجوريثمز اللي بدهم يستخدموها بعملية التشفير، ايش نوع الالجوريثم تستخدم في عملية الديجيتال سيجنتشر، وهكذا. اذا هون بيصير نيغوشيشن ان هذه مجموعة الالجوريثمز ويتم اختيار واحدة منهم. كذلك يصير نيغوشيشن لمجموعة الكيز اللي راح يستخدم في عملية الانكريبشن. و ممكن يكون في other service requests ريكوست موجودة عند السيرفر، اللي هو
يعني ممكن يكون الكلاينت يطلب بعض الشغلات من السيرفر، وإذا السيرفر بيوفرها بيرد عليه. هذه بيورجيك البيلود، لاحظ البيلود هنا اللي بدك أنت تنقلها من خلال الأساسات شو بسوي. طبعا بعد ما انت يصير الكوميونيكيشن بين الاس اس اتش كلاينت والسيرفر، بيصير الكي موجود الان ما عندي الكلاينت. ف اللي كل اللي راح يسويه انه يجهز البيلود ويمررها اذا كان بدك تستخدم كومبريشن، ف بتفعل هذا الاوبشن وبصير عمليه الكومبريشن للبيلود. يتم اضافه بعض الفيلدز هنا مثل البادينج، احنا حكينا اذا كان الباكيت تبع السيرفر اقل من حجم معين فبيتم، او الباكيت تبع الكلاينت اقل من حجم معين فبيتم اضافه باد يعني مجموعه من البيتس حتى نكبر حجم البيلود. اذا في عندي فيلدز هاي بتحدد لي البادينج لينث، بادينج لينث عشان اعرف قديش حجم البادينج، وايضا الباكيت لينث قديش حجم الباكيت، قديش حجم هذا الباكيت. ثم قد نحتاج ان نكون سيكونس نمبر، هاي وظيفة ال تي سي بي انه يعمل مينتينز للسيكونس نمبر. لاحظ هنا بهذا الاوبشنز بيحصل كومبريس ثم انكريبت، هذا الجزء معمول له انكريبت، وهذا الجزء كله يمر على الماك مسج اوثنتيكيشن كود على الهاش فانكشن، ويتم اضافه الهاش فانكشن هنا. فهذا بيعطيني اوثنتيكيشن، هذا بيعطيني اوثنتيكيشن انه الكلاينت نعمل له اوثنتيكيشن، يعني الكلاينت عنده البابليك كي او البرايفت كي، فالكلاينت بيشوف بيجيب المسج ديجست لهذه ثم بيشفر بيمررها على الهاش فانكشن، ثم هذا الهاش فانكشن يتم توقيع فيه من خلال الكلاينت عشان يسموه مسج اوثنتيكيشن كود. هاي الفيلدز او عفوا هذه اللي بتمثل ايش نوع الالجوريثمز اللي ممكن تستخدم في عمليه التشفير. شوف ترى قديش في عندنا عدد كبير من الالجوريثمز، يتم اختيار واحدة منهم للاتفاق بيناتهم، فهي احد الباراميتر نيجوشيشن. كذلك اذا كان في كومبريشن بيحدد شو نوع الكومبريشن. عملية الاوثنتيكيشن قد تكون من خلال بابليك كي زي ما حكينا، انه الكلاينت يكون عنده برايفت كي و بيشفر مسج باستخدام البابليك كي البرايفت كي وبرسلها للسيرفر، فالسيرفر بيتاكد منه من خلال لانه عنده البابليك كي، فبيقدر يعرف اذا كانت الكلاينت بعث هذه المعلومه ولا لا، اذا كان عمليه الاكستراكشن كانت سليمه. اذا كان انت السيرفر مثلا واجاك مسج مشفره او معمولها ساين من قبل الكلاينت، وانت عندك الكي تبع هذا الكلاينت البابليك كي، فإذا أنت فكيت التشفير وعرفت تقرأ المسج أنت يا سيرفر، معناته إذا هو الكلاينت اللي بعته لأنه ما فيش غيره عنده البرايفت كي. إذا هنا عملية الباب اللي اوثنتيكيشن بتكون من خلال الكلاينت. باسورد أيضا ممكن يستخدم، الاوثنتيكيشن بيستخدم الباسورد، فالكلاينت ممكن يعرف يكون عارف الباسورد، بيشفر الباسورد بسيشن كي وبرسلها للسيرفر. السيرفر لما يفكها ويلاقي الباسورد سليم فبيعرف انه بيتعامل مع الكلاينت اللي مخطط له. وعندك هوست بيست نوع الثالث من الاوثنتيكيشن، حيث هذا الاوثنتيكيشن بيتم من خلال هوست كلاينتس، كلاينتس هوست. يعني مثلا انا هاي جهازي، هذا الجهاز في عليه أكثر من يوزر، فيتم الاتفاق أو خلينا نقول التوثيق على إنه جهازي هو اللي بيتحدث مع السيرفر. هلا بغض النظر مين عندي كلاينت على هذا الجهاز، بتكون عملية الاوثنتيكيشن تمت. بضل ايش الجهاز بده يعمل اوثنتيكيشن مع اللوكال يوزرز، هاي موضوع آخر. إذا الاوثنتيكيشن ممكن تكون على مستوى الهوست
بهاي الحالة بتفيدني إذا كان عندي أكثر من شانل، فإنه يتم تشفير، أو خلينا نقول يتم التأكد من هوية الهوست، ولا نحتاج إلى التأكد من هوية بقية الكلاينت اللي بيشتغلوا على الهوست. إذا بس فقط نتأكد من هوية الهوست، وهسه بضل على الهوست وظيفة إنه يعمل أوثنتيكيشن بينه وبين الكلاينتس اللي موجودة على الجهاز تبعه. طبعا هاي بتسهل على ال خلينا نقول بتسهل عليه إنه يعمل، بدل ما يصير بده كل كلاينت بروسيس بده يعمل اوثنتيكيشن، لا بيكون في عندي اوثنتيكيشن للهوست وبس. اوكي، كونكشن بروتوكول. كونكشن بروتوكول، خلينا نرجع لورا شوي بس اذكركم. هذه حكينا في عندي انا SSH ترانسبورت بروتوكول، SSH User Authentication، وآخر شيء SSH Connection Protocol، واللي هي هاي من خلالها كل connection بتكون عبارة عن channel. كل connection هي عبارة عن channel. إذن SSH Connection Protocol runs on the top of SSH Transport Protocol. وإذن عملية السكيورتي الاسامبشن موجود من خلال الاس اس اتش ترانسبورت بروتوكول. اذا هلا وظيفته انه يعمل كونكشن من خلال الاس اس اتش ترانسبورت بروتوكول. سكيور اوثنتيكيشن للكونكشن ريفير تو ذا تانل. اذا هو كانك بتحكي الكونكشن هي عباره عن تانل. طيب كيف بتصير التانل؟ التانل بشكل عام all type of communication using SSH are support using separate channels. إذا بيقدر يعمل تنل، كل تنل من خلال separate channel. Either side may open a channel، ممكن كل واحد يفتح channel. For each channel each side associate a unique channel number، بيكون لها ID. While channel are flow controlled using Windows mechanism, no data may be sent to a channel until the message is received. يعني بدي يعمل عملية acknowledgement to indicate the Windows space available. يعني هنا لما بيجي بدي يفتح connection، فما راح يمشي الخطوة الثانية إلا لما تخلص الخطوة الأولى. The life of channels progress through the إذا الـ channels بمر بثلاث مراحل: open the channel, data transfer and close the channel. طبعا بالـ TCP بيعمل نفس الشيء: open connection, establish connection, transfer data, terminate connection. بس الفرق هنا إنه أنا بتعامل مع SSH. الفرق هنا إنه بتعامل مع الـ SSH. فبدل يعني بدل ما يحكي لك open يعني خلينا نقول open session، طبعا بالنسبة لل TCP ممكن نسميها open session، هنا بعملها open the channel. يعني الفرق انه هنا بده ال channel بده يكون لها key خاص فيها في عملية encryption للمسج between الطرفين. طبعا بعديها داتا ترانسفير بتكون الداتا مشفرة، ثم بعمل كلوز ذا شانل اللي هو تيرمينيت للكونكشن. هاي بورجيك هنا البروتوكول استابليش اوثنتيكيشن بروتوكول، ثم اوبن شانل، بعدين بصير في عندي ارسال داتا، ثم بالاخر كلوز شانل. ال channels type قد تكون سيشن عادية، وبهاي الحالة بيعمل ريموت اكسكيوشن للبروجرام، والبروجرام بهاي الحالة بتكون بتتعامل مع فيرتشوال تيرمينال. وممكن انك يكون هذا الاس اس اتش بتشتغل عليه فايل ترانسفير بروتوكول، ممكن يكون ايميل، ممكن يكون
تستخدم سيستم كوماند عادية، يعني تونل عادية، بس طبعا هي سكيور الأول. Once session channel is opened, subsequent request of are used to start the remote program. فهي بحكي بتبدأ يرسل الداتا. ال X11 هي عبارة عن X Windows Graphical User Interface، فممكن يكون أنت الشانل عبارة عن Graphical User Interface، أنت بتطلب التنفيذ على السيرفر، بتنفذ كل شيء على السيرفر، ولكن الرن بيجيك عندك على الجهاز على شكل ويندوز. طبعا هذا بالاساس بيدعم هذا الاشي. ممكن يكون في عندي فورورد تي سي بي اي بي ودايركت تي سي بي اي بي. خلينا نقول هاي بنشوفهم بالسلايد اللي بعديها. ريموت بورت فور ووردينج ولوكال بورت فور ووردينج. شوفوا هاي البورت فور ووردينج. هاي هون خلينا نشوف الشكل التالي. لاحظ هذا الشكل الاول يمثل تي سي بي كونكشن. والتي سي بي كونكشن ما فيش عندي نوع من الانكربشن. بتلاقي البروسيس الموجود على الكلاينت بتعمل مع بورت اكس مثلا، والبروسيس مع بورت واي اللي موجود على السيرفر، فبصير كوميونيكيشن بين تو بورتس. لكن في عمليه التانلينج اللي بيصير انه هذا التانل بيشتغل on the top of local connection، على on the top of the TCP connection. فاللي بيصير هنا بيصير عملية encryption، تبادل الكيز بيناتهم، وبدي يمر أكيد من خلال TCP. لكن لاحظ هنا بورت A بدي يحكي مع بورت B. هلا بورت B هذا بدي يحكي مع local port Y، واللي بيكون فيها عملية الانكريبشن. وهنا بالمقابل البورت واكس راح يتعامل مع بورت A، هاي لوكال بورت فور ووردينج، وهي ايضا لوكال بورت فور ووردينج من B ل Y. لكن الشكل اللي بيظهر عندي انه من X ل Y بهذا المثال هي تعتبر ريموت بورت فور ووردينج، يعني انه X بيحكي مع Y بطريقة سكيور. هاي كأنك بتحكي انه ريموت بورت فوروردنج. طب ليش يعني ريموت؟ ليش فوروردنج؟ وذلك انه الاكس والواي غير مدرجات بالنسبه للاوبريتنج سيستم، او مش للاوبريتنج سيستم، خلينا نقول من غير مدرجات عالميا. فبيكون عندك يعني التو بروسيسز بيتفقوا على هذا البورت اكس وواي، وبيتفقوا على نوع التشفير وكل البراميترز، لكن لما بدهم يتعاملوا بدهم يمرروا الداتا المشفرة بدهم يمرروها من خلال البورت من A ل B. يعني بعد ما يشفروها بيوديها لبورت A، و A بيوديها ل B، و B بيوديها ل Y، و Y هو اللي بفك التشفير، أو الابليكيشن اللي بيسمع عليه Y هو اللي بفك التشفير. فعشان هيك بيظهر عندي وكأنه أنت عامل تنل، وكأنه أنت عامل تنل. طبعا هنا اذا بدك تنتبه انه اذا كان انت بتتعامل مع فاير وول، يعني هذا الكلاينت خلينا نفرض انه موجود بالدار، وهذا الجهاز السيرفر موجود بجامعة اليرموك مثلا، وجهازك في المكتب، هذا انت سيرفر، انت خليته سيرفر، فانت ممكن تشبك من الدار على جامعة اليرموك، انك تمر من خلال الفاير وول. هذا اشي مش يعني خلينا نقول مش سهل. فانت ممكن تعمل سيتنج للفاير وول من خلال التعاون مع مركز الحاسب، انه تسمح لهذا السكيور تانل انه يمرق من الدار، او يتم انشاؤه من الدار الى داخل جامعه اليرموك. اذا تمت هذه الكونفيجريشن فانت بتقدر تعمل ما يسمى هذا اللي هو السكيور شيل تانل، وراح يظهر عندك اللي هي لوكال بورت فوروردنج والريموت فور بورت فوروردنج كنتيجه طبيعيه لمثل هذا الكونكشن. احنا هيك بنكون انهينا هذا الشابتر. و اي سؤال؟
الله يعطيكم العافية. إذا ما في أسئلة من غادر الآن، ما في أسئلة إن شاء الله. لا ما في أسئلة دكتور، يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية.